صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقول فضيلتكم إن العلو صفة ذاتية لله؟ صفة ذاتية يعني لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، فهو دائما عال على خلقه، ملازمة له سبحانه. نعم. أما صفة الفعل فهي تارة يفعلها وتارة لا يفعلها. نعم. أحسن الله إليكم. مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة. نعم.